انضم معنا من الدمام مراسل الأخبارية طارق المزهود. طارق، مساء الخير. يعني كيف ترصد لنا أصداء كلمة خادم الحرمين الشريفين حيث أنت في الدمام؟ خالد، وأهلا بجميع متابعي الإخبارية. كلمة وافية ضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بشأن تداعيات مرض كورونا. الأصداء نرصدها الآن مع الأستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية. أهلا أستاذ عبد الرحمن معنا في الإخبارية. قبل قليل كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ما هي قراءتك على هذه الكلمة لخادم الحرمين؟ بدءا نقول شكرا خادم الحرمين الشريفين. بسم الله مبتدأ الكلام، وبالإسلام عزي واعتصامي. سلاما لخادم الحرمين على هذه الكلمة التي لامست شغاف القلوب. حقيقة الكلمة التي استقرناها وسمعناها هي بدأت بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا ما دأبت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس التي جعلت الكتاب والسنة هي النهج والدستور. ثم بعد ذلك حقيقة الشفافية والصراحة والصدق التي دائما تعودناها من خادم الحرمين الشريفين، التي دائما يحتوي بها شعبه والمقيمين على أرض هذه البلاد، التي كانت فيها مفاصل مهمة جدا شملت كل الإجراءات التي اتخذت من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحماية المواطن المقيم في هذه البلاد، ضمنا من المنظومة العالمية في الإجراءات التي اتخذت. لا شك أن ما قامت به المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من خلال حقيقة الجهود الجبارة التي قامت بها وزارة الصحة وتكاتفت معها بقية الوزارات في فعلا تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات، أدت إلى حقيقة أقل الحد من هذا الفيروس، وبالتالي وجدنا أن وعي المواطن والمقيم هو المفصل الهام في هذه التدابير. لذلك يجب أن نستوعب وندرس ونستقي ما استخلصناه من كلمة خادم الحرمين الشريفين في أن يكون التضافر مع التوجيهات التي تقوم بها وزارة الصحة مشكورة في العمل بهذه التدابير. حقيقة أنه الكل يقف، أنه بالأمس كنا وجدنا المرابطين على الحدود يقفون للدفاع عن هذا الوطن، اليوم نجد منظومة وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير معالي وزير الصحة يقفون بكل قوة، ونقف لهم احتراما أيضا في مقر وزارة الصحة والمستشفيات لاتخاذ التدابير والعمل بكل التدابير الوقائية والعلاجية. أيضا الوزارات التي تعاضدت مع هذه الوزارة لتنفيذ هذه الحزمة، نقول حقيقة أن هذه الكلمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين، هي وثيقة تاريخية لها بصمة على جبين العالم بما يحظى به مواطن هذه البلاد الحبيبة والمقيم فيها من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، الذي دائما نجده أولا بأول يضع كل نصب عينيه هذا المواطن المقيم لكل ما يعنى بشؤون حياته، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الصحي. حقيقة أنه الإعلام عليه دور، إحنا وجودكم اليوم معنا، شكرا لقناة الأخبار وشكرا للإعلام الهادف الذي أيضا يوصل الرسالة للمواطن بالوعي والعمل بما توجه لمن تدابير احترازية لتكون أيضا عامل مهم جدا في الحد من هذا الفيروس. الكل متكاتف، الكل تقبل كل هذه الإجراءات لأنها هو الواجب، يجب أن يكون المواطن كما تعودنا وكما حثتنا عليه حكومتنا الرشيدة بأن يكون المواطن هو الدفاع الأول الذي في كل المناحي، لا سيما في هذه الظروف التي
نحن عايشين. نحن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال فرع وزارة العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية، عملنا على تدابير بتوجيهات معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في فروعنا، خاصة فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث، وأيضا الحماية الاجتماعية وإيواء العاملات المنزليات. نحن نعمل من خلال منظومة، أشكر حقيقة وجه رسالة شكر لأخواني وأخواتي منسوبي فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وأيضا لا ننسى أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان الذين لا يلوان جهدا، وكان بالأمس معالي وزير الصحة موجود في مركز الأزمات والكوارث في إمارة المنطقة الشرقية لاطلع على حقيقة بتوجيهات قادم الحرمين الشريف على استعدادات المنطقة الشرقية لهذا مقابلة هذا الوباء. شكرا أستاذ عبد الرحمن، شكرا لك. إذا زميلي خالد، شكرا للأستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل على هذه الكلمات، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وطننا الغالي ووطننا الغالي وأبنائه والمقيمين. أشكرك من الدمام مراسل إخبارية طارق المزهود، شكرا جزيلا لك.